أحد الخطباء يقول واحد تاجر في إحدى بلاد الخليج دعاني، هو مو شيعي من خط آخر، يقول قال شيخنا تعال اقرأ لي قراية. يقول أنا تعجبت أنه واحد من خط آخر أقرأ القراية بأي مناسبة. يقول رحت عنده، يقول قبل ما أصعد قال شيخنا اقرأ لي قراءة الزهراء ولكن بنفس الشكل اللي تقروه في مجالسكم، لا تغير لا تحذف بعض المقاطع، نفس الأسلوب اقرأ. قلت ما يخالف. صعدت فوق المنبر وقرأت في منزل ذلك التاجر قراية، وبعدين نزلنا وأطعم إطعام للحاضرين. يقول أنا تعجبت، قلت له شنو شأن هذه القراية؟ يقول كان عندي التاجر الخليجي، يقول كان عندي ابن، في يوم من الأيام جيت للبيت وإذا بالأم تصيح وتصرخ، جيت شفت الابن الوحيد، شفت أنه هذا الابن عيونه جاحظة، وجهه مسود ويكاد أن يختنق. يقول أنه قلت شنو القضية؟ قال أنه هذا بلع شيئا وهذا الشيء أخذ مكان التنفس ماله، الآن يموت. يقول وديته إلى المستشفى، المستشفى قالوا إحنا ما نقدر، إذا تقدر بسرعة وصله إلى إحدى البلاد الأجنبية. هو متمكن، يقول بسرعة أخذ الطائرة وذهبت إلى ذلك البلد الأجنبي أنا وزوجتي وهذا الابن الوحيد، ابن في هذه الحالة الآن سوف يموت. يقول رحنا إلى هناك، الطبيب قال لي هذا إذا يبقى في هذا المجرى سوف يموت 100%، العملية احتمال نجاحها أقل من 10%، نسوي العملية أو ما نسوي؟ يقول قلت أنه ما عندي طريق. يقول سوي العملية، أفوض أمري إلى الله. قالوا وقع، أنا ما أخذت، وقعت أنه الطبيب ما عليه مسؤولية. يقول ودوا الطفل إلى غرفة العمليات وزوجتي تبكي وأنا في أشد حالات القلق. يقول بعد لحظات أو دقائق وإذا بالطبيب يركض يهرول، يقول أنا أسقط في يدي أنه انتهت القضية. يقول أنه أنا رحت وإذا أشوف الطفل قاعد وما عليه شيء. يقول الطبيب قال لي صاير عمل غيبي، هذه القضية لا يمكن تفسيرها بأي ميزان علمي، هذا الطفل قبل أن نخضعه للعملية قح هذا الشيء خرج، وهذا من الناحية العلمية محال، هذا تدخل غيبي، هل صنعت شيئاً؟ يقول قلت له هل سمعتم بمحمد؟ قال نعم، مسيحي هو. قلت إن لهذا النبي ابنه اسمها فاطمة. هذا في تلك اللحظات، لحظات الاضطراب، فورا يتذكر أنه الشيعة يتوسلون بفاطمة، في تلك اللحظات يتوسل لحظات، لكن لحظات بانقطاع، دعاء الغريق، يتوسل بفاطمة ويلتجئ إليها، يقول لها إن الشيعة يقولون بأنك لك مقام عند الله، لك قرب عند الله سبحانه وتعالى، اشفعي لي عند الله ونذرت الإقراية. يقول قلت إنني توسلت ببنته وهذا أثر ذاك. قالوا هذا معقول، معقول أنه قضية غيبية هي التي أنقذت هذا الابن، وإلا تفسير طبيعي ماكو لهذه القضية. هذا الانقطاع يؤثر في الفيض وفي الرحمة الإلهية.